مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ويتجدد لقائنا كل يوم جمعة في السابعة مساء، وإطلالة جديدة لناس من بلدنا لمصر المحروسة والعالم العربي وكل من يتحدث العربية. برنامجنا دعوة للسعادة، برنامجنا رسالة سلام بنقولها دايما في كل حلقة. بحبك يا مصر وبعشق ترابك، ولف المداين وارجع لبابك. النهارده عايز اقول لكم اجمل يوم في عمري. 2012 بالنسبه لي من اجمل الايام، يعني او هنقول اجمل يوم في عمري فعلا، لانه عيد ميلاد امتدادي في الحياه، احلى حاجه عندي في الدنيا. 2 من ولادي بجد، فبقول لهم على الهوى وقدام العالم كله، كل سنة وانت طيب يا باش مهندس عبد الحليم، كل سنة وانت طيب يا دكتور أمير. دايما صحابي، دايما حبايبي، دايما مشرفيني، سندي وامتدادي في الحياة. فخور بيكو، كل سنة وانتو طيبين. كان نفسي أكون موجود معاكو علشان نحتفل سوا بعيد ميلادكو، لكن أنا حبيت أعملها لكم مفاجأة وأقولها لكم قدام العالم كله. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة، ودايما متفوقين، دايما ناجحين، دايما مشرفيني في كل حتة. كل سنة وأنتم طيبين. حبيت أبدأ برنامجي بدعوة للسعادة. النهاردة أنا أسعد حد في الدنيا، كمان زوجتي سعيدة كمان أوي 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 النهاردة بعد الأخبار الحلوة اللي قالتها لي قبل الهوا. فبجد برضو على الهوا بقول لها دايما سعيدة ودايما مبسوطة، وربنا يا رب يقدرني على سعادتكم. دي حاجة خاصة بيا، لكن بحب أقولها وأشارك بيها كل مشاهديني ومتابعيني في العالم كل. طيب، ناس من بلدنا، نرجع لموضوعنا. زي ما قلت لكم كاميراتنا والاستوديو بتاعنا موجود تحت أمر أي حد بيشتغل لمصلحة البلد. أي حد بيفكر في مصر بجد على دماغي من فوق، وعلى دماغ فريق عمل برنامج والقناة كمان، لأن برنامجنا الناس من بلدنا. الأسبوع اللي فات ده أنا سمعت كلام حلو قوي قوي قوي، حبيت الأول إن أنا يعني أسيره في البرنامج النهاردة، لكن أنا مش هقدر أتكلم عنه. اللي يتكلم عنه باستفاضة الأول، رحبوا معايا بضيفتي العزيزة الأستاذة ماجدة إبراهيم، عضو مجلس إدارة صندوق التأمين للجمارك والضرائب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، زي حضرتك. أنا كنت عايز أقولها على الهوا بس قلت أسمع منك الأول. الأول عايز أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب، وكل سنة والأولاد طيبين، وكل سنة وموظفين الدولة كلهم بخير وصحة وسلام، والعاملين بالضرائب والجمارك بألف خير وصحة وسلام. بمناسبة 2020، احنا على مشاريف 2020 لازم نقول كل سنة طيبة يا مصر، وكل سنة وكل العاملين في الدولة بخير وصحة وسلام. حضرتك يعني قبل الهوا والفترة اللي فاتت كده عرفت ان في عندك كنز او حاجة كبيرة جدا هيكون لها دور في الاقتصاد المصري في محور التنمية 2030 والفترة اللي جاية دي. واحنا بدورنا في ناس من بلدنا، اي حد عنده فكرة ولو فكرة هتخدم البلد او تخدم مصر بالتأكيد احنا مرحبين بيه. فهاتي ما عندك المفاجأة. هي الحقيقة مش فكرة وبس، هي مشروع ساهم فيه عدد من العاملين، يمكن أعداد بسيطة، ولكن كنا نسعى من سنوات طويلة إلى تحويل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك إلى هيئة الموارد السيادية. وده طبعا هيحصل تعديل في الهيكل التنظيمي داخل الجهاز الإداري الخاص بالضرائب والجمارك، لأن ده هيوفر حاجات كتير جداً. والمفاجأة في الموضوع ان هو هيحول الإيرادات السيادية اللي بتحصلها مصلحة الضرائب والجمارك الى، انا بذكر طبعا مصلحة الضرائب، اقصد مصلحة الضرائب كضرائب دخل وكضرائب قيمة مضافة وكضرائب عقارية، ونضم اليهم ايضا مصلحة الجمارك. تمام. الحقيقة مصلحة الضرائب المصرية كانت بتحقق أو حققت في العام الماضي حوالي 800 مليار، ومطلوب مننا مستهدف حاليا حوالي 900 مليار. بهذا المشروع بتزيد إنتاجية الحصيلة إلى 2 تريليون
جنيه سنويا. لا ثانية واحدة بس عشان الرقم، الناس اللي بتشوفنا دلوقتي 2 تريليون سنويا، الرقم ده حضرتك بنيتي ده على أي أساس؟ هو هيحصل زيادة في معدل الاقتصاد القومي، وبالتالي هيحصل ان هتزيد الحصيلة اللي بنوردها للخزانة العامة للدولة الى 2 تريليون. في الحقيقة الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده هو احنا بعتنا بالدراسة الى معالي رئيس الوزراء، وحاليا في طريقنا ان احنا نبعته لفخامة الرئيس، يعني نحاول ان احنا نتواصل مع شخصيات لايصالنا لفخامة الرئيس، او ان هو يبقى المشروع بين ايدين معاليه لتبنيه. واحنا سعيا من العاملين في المصلحه ان هم يحاولوا يحققوا اكبر قدر من السعي اللي فخامه الرئيس النهارده بيسعى ليه من تطوير، فاحنا بنقدم خطه تطويريه للمصالح الاراديه في من ضمن خطط فخامه الرئيس. طيب كان سهل جدا، يعني انت موظفه في الحكومه، يعني ليه ما فكرتيش تبقي زيك زي اي موظف كده، يروح الساعه 8 ويمشي الساعه 2 ويشوف المطلوب منه ايه، واهم حاجه عنده الحضور والانصراف ومركز بس في حاجات مطلوب منه؟ ايه اللي مخليكي تفكري في الابداع والتطوير ودعم الاقتصاد المصري؟ ليه شايله الهم ده كده كله على كتافك؟ في الحقيقة الدولة حاليا بعد ثورات عديدة فكرت ورسمت خطة أو خطة للتطوير. هذه الخطة احنا كموظفين مدنيين المفروض ان احنا نساعد ونساهم في هذه الخطه، والا يبقى لو كلنا فكرنا بنفس فكر ان احنا نروح عفوا نشتغل الثمان ساعات اللي موجودين في طبقا للقانون وينتهي عملنا لهذا الحد، يبقى مفيش حد هيعمل حاجه للبلد، ويبقى مفيش حد هيبدع، ويبقى مش هنطور. هو التطوير ايه غير ان احنا دايما نفكر خارج الصندوق؟ فحاليا احنا فعلا بيفكر خارج الصندوق. انا طبعا هسترسل مع حضرتك احنا ازاي المشروع، طبعا المشروع يا جماعه يعني كبير جدا، ويعني يمكن تقريبا حوالي 60 صفحه، فالمشروع كبير طبعا مش هقدر يعني اتكلم عنه كله، ولكن انا هدي بوينت كده فيه، هدي شويه خطوط عريضه احنا بدانا ازاي في المشروع وايه اللي خلانا نقول. هو ده كان سؤالي لحضرتك، يعني مين اللي فكر الاول في بدايه المشروع ده؟ مين الفكر وازاي اجتمعتوا كفريق عمل وبداتوا تعملوا الملف المحترم اللي قدام حضرتك ده، وايه المستهدف فيه يعني، ومين شجعكوا ومين دعمكوا يعني لحد ما وصلتوا للمرحله دي؟ في الحقيقه احنا بعد ثوره 25 يناير لقينا ناس كتير جدا بتتكلم عن ان احنا عايزين بقى نخرج من نطاق الثورات وندخل في نطاق البنيه، نبني التعمير مصر والبناء ونعمر وفكرنا في ده. احنا بقى لنا تقريبا اكتر من تقريبا 8 سنوات بنتكلم في فكره الهيئه. الحقيقة مؤخرا هو بعد كتابات عديدة لفخامة رئيس الوزراء أصدر توجهات لعمل لجنة برقم 1579، لو نقدر نجيبها بس في الكاميرا. ده قرار، القرار ده شكله معالي رئيس الوزراء، دي لجنة يعني مشكلة. تمام، اللجنة دي هي مكتوب فيها هو يعني الحقيقة صدرت من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بناء على توجهات معالي رئيس الوزراء. وفي اللجنة فيها عدد من الأعضاء، منهم رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع مكتب الوزير مع طبعا حفظ الألقاب، و بعض الخبراء، وكمان ناس من او برلمانيين من لجنه الخطه والموازنه. الحقيقه انا اللي خلاني النهارده حابه ان انا اطرح الموضوع هي الفكره دي بتشكيل لجنه لتحويل مصلحه الضرائب فقط الى هيئه الموارد، هيئه الضرائب المصريه التي تتبع رئاسه الوزراء. احنا عندنا توسع اكبر او عندنا فكره اعلى من ده طبعا، ان يعني مع ان في خبراء كتير بيفكروا في ده، الا اننا عملنا اضافه، وهو ان احنا مصلحه الضرايب هي ضرايب دخل وضرايب قيمه مضافه. احنا بالمشروع بتاعنا بنضم ايضا مصلحه الضرايب العقاريه ومصلحه الجمارك، بما اننا كل هذه المصالح ليها عندها معلوماتيه اذا اندمجت هتكون في خطه معلوماتية أو صرح معلوماتي يفيد أكتر. الداتا كلها كاملة، الداتا واضحة. بالظبط. بس أنا ليا سؤال، يعني معلش أنا طبعا مش خبير في الأمور المالية، لكن أنا أعلم أن القطاعات اللي حضرتك قلتها دي كلها تتبع وزارة المالية.
مظبوط، الضرائب، القيمة المضافة والضرائب العقارية والجمارك تابعين وزارة المالية. طب ليه ما بتشكلش لجنة للتنسيق، وطالما كل جهة قايمة بشغلها ليه أنا أدمج ده كله في هيئة واحدة؟ في حالة يا فندم ان هي تبقى المردود يعني. في حالة دمج هذه المصالح الإرادية وتصبح هيئة، لازم تتبع إما فخامة رئيس الوزراء أو فخامة رئيس الجمهورية، لأن أصبحت هيئة فبتخرج من تحت عباءة وزارة المالية وتتفرغ وزارة المالية للسياسة الاقتصادية والمالية طب وهكذا. واضح ان في تفاعل معانا كده، الناس بتتواصل معانا. مين معانا يا جماعه؟ الو، مساء الخير. الو الو. طيب الاتصال فصل. ماشي، هي بس اتفضل. في الحقيقة كنت عايزة أضيف إن اللجنة اللي تم تشكيلها كانت من المفترض إن يتم عمل تقرير من حوالي 6 أشهر، في الحقيقة إلى الآن ما فيش أي تقارير صدرت من اللجنة المشكلة. ده حصل تخوف للعاملين على مستوى القطاعات اللي أنا اتكلمت عنها وهي المصالح الإرادية، إن يكون في هدوء في هذه الثورة المعلوماتية اللي احنا عايزين نوصل لها. وبالتالي النهاردة حبيت أبقى فوكس على الموضوع، إن أنا بفكرهم وبذكرهم إن احنا موجودين وإن احنا في ظهرهم وإن المجموعة اللي قامت بهذا المشروع تقدر تطرح رؤية قوية جدا وتشرح الموضوع عشان يكون واضح وفي شفافية سواء للجهات المعنية وهي السيد فخامة رئيس الجمهورية أو معالي رئيس الوزراء، وده اللي خلاني النهاردة يعني موجودة معاكم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اكتر حد بعتقد دلوقتي اتمنى طبعا يعني يكون شافنا، اكتر حد يكون سعيد بجد بالموضوع ده، بس الاول نشوف ده بعد المداخله التليفونيه دي. الو الو، الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا دكتور ايهاب، منور ناس من بلدنا. ربنا يخليك يا استاذ محمد. الاول كل سنه واولادك طيبين وبخير يا رب. حبيبي ربنا يعزك، ما تحرمش منك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. طيب الأستاذة ماجدة النهاردة بتقول لي أنا جايبة هدية كبيرة جدا للاقتصاد المصري، وكنت لسه بقولها دلوقتي أكتر حد هيكون سعيد بالملف ده بجد أنا شايف سيادة الرئيس. ليه؟ لأن النهاردة حركة التعمير والبناء، الراجل بيبني حضارة، بيبني بلد من أول وجديد، فإحنا محتاجين مصادر التمويل. فكرة التنسيق ما بين الأجهزة المعلوماتية في الضرائب، القيمة المضافة والعقارية والجمارك، وتصب في النهاية في صندوق واحد أو هيئة، دي كانت فكرة وضرائب الدخل أيضا. فكرة عبقرية كده يا دكتور إيهاب. احكي لي الكواليس، أنا عارف إنك أنت في عندك كواليس. سنة 89 أنا والدي حاصل على دكتوراه في تطوير مصلحة الضرائب المصرية. تمام. أما الدكتوراه بتاعتي أنا في الإعلام الضريبي من إعلام القاهرة. فوالدي انتهى إلى أن السبيل الوحيد لإصلاح النظام الاقتصادي المصري كله هو بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة. لذلك كانت جميع المطالبات اللي احنا طالبنا بيها القيادات السياسية والتنفيذية في البلد ان احنا عشان يكون في نهضة اقتصادية حقيقية في مصر لابد من فصل مصلحة الضرائب عن روتين الأداء الحكومي والبيروقراطية وتحويل إلى هيئة مستقلة. وتم تقديم عدة دراسات أكاديمية في هذا الشأن ومنها دراسات مقارنة مع دول العالم المتقدم. مصلحة الضرائب يا أستاذ محمد هي عكاز الوطن الوحيد تقريبا بعد الظروف اللي مرت بها البلاد من 10 سنوات تقريبا. العكاز ده اللي هو الحصان الرابح ده هو حصان مريض تم تعجيزه وتكبيله بقانون الخدمة المدنية 81/2016. احنا فاهمين دوافع الإصرار على إصدار قانون الخدمة المدنية 81/2016 لمعالجة التراحل الحكومي والفساد الإداري وما حاجات إلى تانية ذلك. كتير، حاجات كتير طبعا. طبعا طبعا بتجميد الاجور وتقليص عدد الموظفين، لكن هذا التقليص لموظفي مصلحه الضرائب ان احنا قفلنا المصدر للتعيين، ممنوع التعيين، والباب مفتوح للمعاشات والاستقالات وما الى ذلك، والانتقالات خارج المصلحه والسفر خارج البلاد وبنفقد الكفاءات اللي في هذا المجال، وقفلنا الباب. هذا التقليص المتعمد لموظفي مصلحه الضرائب ادى الى ازدياد حالات التهرب الضريبي الى اكثر من 70% من حجم الانشطه في النظام الاقتصادي المصري الحالي. يعني غياب الامكانيات البشريه والماديه والتكنولوجي المتعمد ادى الى ذلك. الدراسات المقدمه والاخرى
على تعليمات رئاسه الجمهوريه بتنتهي الى ان تحويل المصلحه الى هيئه مستقله يؤكد على دور مامور الضرائب فقاضي مال يحقق العداله الضريبيه وليس مجرد ده كلام محترم جدا يا دكتور، لكن انا بتكلم مع حضرتك بس على الكواليس بتاعه المشروع اللي هيحقق لمصر او داخل بيتخطى ال 2 تريليون جنيه. الكواليس كده عند حضرتك يعني كده لما قعدته الاستاذه ماجده كده واضح انها عايزه تقول لك حاجه كمان. دكتور ايهاب ازيك؟ ازيك يا استاذه ماجده عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. دكتور ايهاب، يعني احنا يعني كنا اتكلمنا انا وحضرتك في موضوع المشروع وفي اضافات كانت ليك في المشروع الحقيقه، فانا كنت عايزك تظهر يعني النقاط المهمه جدا اللي احنا كنا بنطرحها وبنتكلم فيها في المشروع، وهتحقق ايه، هيحقق ايه بالظبط. احنا عايزين نوضح للمشاهد والمصر كلها هذا، ان هذا مشروع قومي. سمعته بيسال حضرتك سؤال مهم جدا، احنا ازاي هنجيب ال 2 تريليون؟ فانا بقول للاستاذ محمد وللجمهور المشاهدين ان احنا حاليا لو كنا بنستطيع تحصيل مبلغ يقارب 976 مليار جنيه في الحصيله الحاليه، احنا عارفين ان حصيله مصلحه الضرائب تقريبا هي حصيله ماشيه بمتواليه هندسيه. ده المستهدف، ده المستهدف يا دكتور ايهاب. يعني احنا ماشيين 2 4 8 16، يعني احنا كنا مطلوب مننا في 2010 تقريبا 90 مليار جنيه، حاليا مطلوب مني 900 مليار جنيه، يعني اكثر من 900 مليار جنيه، يعني دخلت في تريليون جنيه حاليا، يعني انت ماشيه بحصيله متواليه هندسيه. طيب لو كنا احنا بنقدر نجيب التريليون ده من نسبة 30% أو أقل من الخاضعين والمسجلين في مصلحة الضرائب وبإمكانيات وأدوات بدائية جدا وعدد موظفين يتقلص يوميا يوم بعد يوم لأقل من 45 ألف موظف دلوقتي، منهم حوالي 8000 مأمور صاحب بس هم المسؤولين عن ملفات جميع. ما عندكش موظفين يجيبوا حصيلة؟ يعني احنا محتاجين مش تحصيله بس يا دكتور ايهاب، بس عايزين نفوكس على موضوع ان احنا العدد او المرحله العمريه اللي وصل بيها مامير الضرائب، لان طبعا ما فيش اي تعيينات من 2015 من وقت ما تم تطبيق قانون الخدمه المدنيه، ما فيش اي تعيينات في مصلحه الضرائب، وبالتالي بقى العمر او المرحله العمريه وصلت ان متوسط الاعمار عندنا 45 سنه. 45 سنه 45 سنه و 45 سنه فيهم 8000 مامور صاحب مطلوب منه يشتغل جوه الشغل ويشتغل بعد الشغل في معاينات، يعني اللي اقل من 45 سنه يا دكتور ايهاب حوالي 26% من عدد العاملين بمصلحه الضرائب. وكمان الشغل مش مكتبي يا استاذه ماده، الشغل مش مكتبي زي بقيه الناس، صح، شغل ميداني بالظبط في الشارع، وبالتالي انت محتاج شباب ينزلوا ويشتغلوا 24 ساعه. يعني تخيل ملفات 110، احنا بنعالج ده يا دكتور ايهاب في المشروع بتاع الهيئه، مظبوط دكتور ايهاب؟ ازاي مامور صاحب هيفحص ملفات 100 مليون انسان في مصر؟ ازاي باي بالزبط. منطق يعني؟ ده غير كده كمان يا دكتور، انت عارف يعني في تطوير دلوقتي وفي مشاريع بتحصل وفي جذب الاستثمار وفي مصانع بتتبني وفي تعمير، فالموضوع يعني هيكبر، فاحنا محتاجين بجد، انا بايد حضرتك في الكلام ده، ان لابد يكون في موظفين يتفتح التعيين لشباب يتحركوا عشان مشروع الهيئه الحقيقه. المشروع بتاعنا بيعالج الموضوع ده يا دكتور ايهاب، طبعا مشروعنا بيعالج انه احنا في حاله تحويل مصلحه الضرائب لهيئه بتخرج من تحت عباءه قانون الخدمه المدنيه اللي هو بيقيد عمليه التعيين داخل المصلحه. تمام. وبالتالي هيبقى المرحله العمريه تقريبا هتبقى تحت ال 45 بكتير، يعني حاجه و20 سنه حاجه و30 سنه يبقى المرحله العمريه للعاملين، بالتالي هيقدروا ينجزوا اكتر في عملهم من المرحله اللي احنا وصلنا لها، يعني اللي هي من 40 ل 45 سنه، ودي تقريبا ثلاث ارباع العاملين في المصلحه. موضوع التطوير طبعا يا دكتور ايهاب احنا ناقشنا كمان ان في من العاملين كتير بيقدموا استقالات، وفي منهم من المقامير الكفء بيطلعوا بيسافروا للخارج ان هم بيطلبوا في البلاد الخارجيه، لان هم طبعا ما فيش، لان قانون الخدمه المدنيه حكم المرتبات، وبالتالي هم شايفين ان من كفاءتهم هيقدروا يحصلوا على اجر اعلى لو غادروا البلاد، فاحنا عايزين نحافظ على الكفاءات دي ان هي تفضل موجوده، الكوادر تكون موجوده، هذه الكوادر في حاله تحويل المصالح الاراضيه الى هيئه، ده بالفعل اللي هيحصل. تقدر تكمل يا دكتور ايهاب لو عندك اي اضافه؟ الدراسة المقدمة بتقول زي الدستور ما بيقول ان احنا بنربط الاجر بالانتاج، وبالتالي موازنة المواد المقترحة للهيئة المقترحة بتمول من حصيلتها ومرتبطة بحصيلتها بنسبة 3%، واحد منهم في
كافه اجهزه الدوله الثانيه عشان اوفر الرق الالكتروني ده مهم جدا عندي. عشان اوفر المعلوماتيه طبعا الحوكمه يا فندم الحكومه الالكترونيه والحوكمه ده شيء مهم جدا لتوفير المعلومات. انا عندي المعلومات هي رقم واحد، ازاي ان انا احصر نشاط واحد بيمارس نشاطه في كافه ارجاء البلاد وانا قاعد مكاني على مكتبي او في مدينتي؟ فلازم يكون في اتصال معلوماتي بين الجهات، ومش هنقدر نعمل ده الا اذا تحولنا لهيئه. طب دكتور، يبقى في توسع في المعلوماتيه بجد. الموضوع مش هيحتاج يعني حلقه واحده مش هتبقى كفايه كده، الموضوع ده محتاج اكتر من حلقه نتكلم فيها. فان شاء الله احنا انا بس مخليه يعمل نقط يعني هتكلم فيها هوضحها يعني للساده المشاهدين. تمام، فاحنا بس نشكرك يا دكتور ايهاب على تواصلك معانا، لكن الملف مفتوح وان شاء الله نتكلم فيه في اكتر من حلقه. شكرا لحضرتك، بشكرك جدا. محتاجين نسد فجوات كتيره، محتاجين ان احنا في يعني زي تدوير عماله. يعني تدوير عماله ازاي؟ انا ممكن جدا من طب الاول بس عشان الوقت بيدهمنا، انا في سؤال يعني يهمني انا شخصيا كده، هل بعض الشركات والمصانع او الهيئات اللي بتصرف مبالغ معينه في سبيل الدعايه او الاعلانات او دعم بعض الهيئات او الجمعيات، الحاجات دي فعلا بتتخصم من طبعا هو ليه عبء ضريبي وله خصومات، يعني بيتم الخصم من المنبع ومن الضريبه، يعني ده طبيعي جدا. جزئيه يعني الاعلانات دي حقيقه، لان دي بتحسب انها مصروفات. انا هاخد من حضرتك واللي بيشوفنا دلوقتي اهو احنا ملناش حاجة. عايزين قبل ما نقفل لو احنا هنقفل حالا. لو بس الوقت بيدهمنا. طيب خلينا في 30 ثانيه، عايزه في 30 ثانيه اقول ان طبعا في المشروع ده تبناه بصفتي امين عمال بحزب ابناء مصر. انا بقدم هذا المشروع برضو ايضا للحزب انه يتبنى الفكره، وطبعا النائب المحترم الاستاذ طلعت خليل ده زميل ونائب في البرلمان في لجنه خطه وموازنه، طبعا هو بيساعدنا في الامر، فانا بشكره جدا واتمنى ان فخامه الرئيس يتبنى هذا المشروع واحنا تحت امره وموجودين ونقدر نتناقش فيه بشكل علمي وشكل تمام. منطقي تمام. ان شاء الله. تمام، انا بشكر حضرتك بجد على فتح الملف المهم ده، وطبعا بالتاكيد الحلقه واحده مش كفايه، اكيد هنتطرق ونتكلم فيه باستفاضه اكتر علشان نبين بس المردود الاقتصادي بتاعه على الدولة. اسمح لي اقول حاجه سريعا، لان في امانه محمله من العاملين بمصلحه الضرائب لمعالي وزير الماليه. معالي الوزير، ارجو دعم صندوق العلاج للعاملين، حضرتك بتدعم الصندوق برقم سنوي غير كافي، فانا بوجه لسيادتك رساله ان احنا محتاجين دعم اكبر عشان العاملين. الصحه المهنيه تهمنا جدا لكل العاملين على مستوى المصالح الارضيه. اشكرك يا فندم. وانا كمان بعيد كلام استاذه ماجده، بجد احنا موجودين، الاعلام كله او الاعلام الهادف، الاعلام المحترم اللي احنا بنقدمه بجد في خدمه بلدنا مصر، ده مشروع هيأثر في الاقتصاد المصري تأثير محوري، رقم زي 2 تريليون جنيه، ده مبلغ مش سهل، هيحل مشكله تمويل مشاريع عملاقه. كمان احنا في خدمه كل ناس بلدنا، والمناشده اللي نشددها دلوقتي ضيفتي الكريمه للسيد وزير الماليه، الموضوع احنا كل همنا الناس وطالعين عشان خاطر الناس. بجد انا مشكور جدا على تشريفك معايا. بشكر حضرتك وبقول لفخامه الرئيس كل سنه وانت طيب في 2020. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا، وان شاء الله تكون موجوده معايا في حلقات ثانيه ان شاء الله. بكده انتهت فقرتنا الاولى، لكن ما انتهتش خدماتنا، ما انتهتش مفاجاتنا، احنا علشان خاطر اقتصاد مصر وكل ناس مصر برنامجنا بناكد انه برعايه الشركه المحترمه والقويه شركة طيبة للمنتجات الغذائية برئاسة المحترم والخلوق المهندس أحمد صلاح، تحياتنا له. هنخرج فاصل وهنرجع علشان نفتح ملف الصناعات الغذائية. فاصل وراجعين، خليكم معانا.